في قلب مدينة عفرين تتألق الطفلة بارين بموهبة فنية لافتة تجسد جمال الإبداع والابتكار من خلال خطوطها الدقيقة وألوانها الزاهية. تحول بارين الحجر إلى قطع فنية تعكس إبداعها الفريد. في فن الرسم على الحجر الذي اختارته بارين يعكس تجاوز الحدود والإمكانيات وإحداث الجمال في المواد الطبيعية البسيطة. لا تكتفي بارين بالرسم بل تخترع أشكالاً فنية على سطح الحجر، مما يمكن استخدامه كديكور فني رائع يضيف لمسة من الفن والجمال في أي مكان توضع فيه هذه القطع الفنية. وبدقتها المتناهية وإتقانها في استخدام الريشة تضفي بارين لمسة فنية تنبض بالحياة على الحجر، مما يثير إعجاب من يرون أعمالها ويثنون على ابتكارها وجمال تصاميمها. مرحبا، أنا اسمي بارين، بحب الرسم، برسم على الحجار وبسوي تحفة فنية تعبر عن الواقع، وبسوي برواز وهيك برسم على الحجار وبسوي تحفة فنية كمان، ورح فرجيكم شغلي كيف الشغل. رسمت الكل من قال لك هيزك رسمتها وكلها عشان طفولتها معها، وحبيت ارسمها على الحجرة وهيك طلعت معي. انا حلمي انه اتعلم ارسم، وحلمي كمان انه اتعلم على البزق لانه البزق من تراث اجدادنا، وبحب ارسم كمان. Thank you.